تصيف أعمال في موضوع صيف هذه الأموال على الانتخابات. دعب أممي مثل ما كل سنة يصير، يعني كل سنة حكومة تصريف أعمال ما عندنا. يعني أقصد إحنا اليوم إذا حلينا البرلمان حكومة تصريف أعمال أجبرنا إن صارت حكومة مثل الحكومة الانتقالية تنتظر إلى المرحلة المقبلة، يعني كمجبرين. اليوم قانون الأمن الغذائي ويدري سيادة النائب هو أيضا التفاف على الموازنة والتفاف على الدستور حل، يعني على حل مؤقت، حل مؤقت جعل ترقيعي، لكن هو كان يعني كان نظرة بعيدة لما يحدث اليوم. نعم هذا قانون الأمن الغذائي كان يعني كأنه يعني خلينا نقول استراتيجية خطة، يعني كان هيك يعني نظرة مستقبلية لهذا الموضوع. يعني وخلي أرد أخلي أرد عفوا سيادتنا، للمحكمة الاتحادية تستنبط قراراتها من أمرين. هذا حتى يفهم الجمهور شلون تأخذ المحكمة الاتحادية. تستنبط أولا من المشرع اللي كتب الدستور، تروح تسأله أنت ليش كتبت هاي الفقرة بالدستور وتعرفها ليش، وبعدين تأخذ قرارها. وأما أنه تستنبط على قرارات سابقة أو على اجتهاد بالمحكمة الاتحادية. إحنا اليوم بحل البرلمان لدينا قرارات سابقة، صحيح، والقرار السابق ما جعل فرصة لحل البرلمان، صحيح، وفتح باب الترشيح تجاوز على الدستور وما حل البرلمان في المحكمة الاتحادية. صحيح. يعني للعلم حل الموضوع كليته، ويدري سيادة النائب والكل يعرف ماكو حل لهذا الأمر إلا الجلوس على طاولة حوار. ولو اتفقوا الكتل السياسية بالتليفون يتفقون بيناتهم، صدقيني الأزمة باكر الصبح تنحل. صح. كل هذا الكلام اللي نحكي اليوم وكل الكلام والقانون والدستور والعفو السياسي، يعني سؤال على الانتخابات، سؤال العفو مواطن بسيط، يعني إذا نبقى بنفس القانون ونبقى بنفس المفوضية وبنبقى يعني بنفس الآلية اللي موجودة، نفس الدوائر اللي موجودة، أيضا راح يطلعون نفس النواب اللي رشحوا بالانتخابات السابقة، لأن أيضا كل واحد عنده جمهوره وبالدائرة مالته وفلوس وتبليط شارع وبناء مدرسة ويدري سيادة النائب. بس الناس عافت البرلمان راحت قعدت يمي بيوتها فتحت مضارب أهلها وقعدت قامت تلملم بالناس. نعم يعني هذا كل النواب يعني ما شفناه يتغير. بس أريد رأي تيار الحكمة شو راح يتغير؟ اللي يتغير في هذا القانون حتى لو انه اليوم راحوا دعوا الانتخابات مبكره وتروح تسالين المفوضيه اللي هي هسه موجوده، هسه اللي موجوده اللي قريبين جميع المفوضين جميع من الكتل السياسيه، اذا تقولي لهم تعال سوي انتخابات يقول لك ما نقدر باكر نسويها، ما نقدر 6 أشهر نحتاج. ليش؟ احنا عندنا مواليد اضافيه جديده، نضاف مليون شخص جديد هذه واحد. اثنين نحن بحاجه الى تحديث بطائق بديش الانتخابات، عدد المصوتين بالبطائق القديمه 7 مليون، 7 مليون شخص صوت بالبطاقه القديمة، يعني 7 مليون هم ما يهمهم الانتخابات، من جت الانتخابات يلا راح ما راح حدث بطاقته. هذول هم نريد نتساءل عليهم شلون راحوا هذول 7 مليون، شو اللي محدث بطاقته ما راح، شو اللي ما محدث بطاقته اللي مضمومة اللي يقدر كل شخص يسموها بطاقة عمية يقدر يصوت بها، شو راح ب7 مليون. هذه احنا بحاجة الى يعني ضمانات أممية لهذا الموضوع. يعني هسه اليوم يعني ولا هو ايضا شككت بالسابق بالأممية طبعا، هسه يعني احنا نشكك، نحن نشكك شوف في القانون، في القانون في القانون احنا اليوم من نشكك. احنا المفوضية قالت لنا انتم عندكم 600,000 صوت. المفوضية مو احنا اللي قلنا 350، لا 600,000 350 فقط نحن، ولكن معنا النصر صدنا 600. لا لا ده تحالف قوى الدولة. روح شوف اقرا انا وين راح 600 هسه بسطينا مجال معالجة اشرح لك. اقول لك 600,000 صوت. هل كان في التوزيع المقاعد، هل كان في عدم تنظيمنا احنا داخل القواعد، هذه كليتها نحن بحاجة لأسئلة. احنا وضعنا الخطأ شوفي بعد الانتخابات الوحيد، التيار الوحيد ويدري سيادة النائب اللي طلع بتغريدة بعد الانتخابات ولا شاركنا في جمهورنا ولا شاركنا ورضينا بالنتائج وقلنا احنا ما نريد نشارك بالحكومة، وهسه لا ابدا احنا ما شاركنا ولا بنفر ولا بتغريدة ولا بكل شيء، أصلاً إحنا لحد هاي اللحظة من شارك في الحكومة. العفو أستاذ حيدر، لا بس نقطة، لا أستاذ حيدر، لا هنا وسطي سيد النائب، لا شيخ وسطي، نعم، ويعني بصراحة نطير وقت مالي إلى كله، لا لا متنازل، أنا متنازل عنه. سيد حيدر يعني نقطة مهمة، يقول لك المفوضية ما قادرة تسوي انتخابات إذا سألناها 6 أشهر، هو حكاية حلوة قال إذا يتفقون يسوون، لا 6 أشهر.